هلا فاطمه من القنيطره. صباح الخير هلا فاطمه. صباح النور. كيف بخير عليكم؟ هانين الحمد لله والشكر لله. ايوا هذا هو الاساس. مرحبا اختي. نكملوا الحلوات ديال راس العام. ايوا نكملوا الحلوات ديال راس العام. عطينا مثلا البيج، دابا نعطيو الحلوات الدائريين ولا مستطيلين ولا قلب ولا السيده كيما بغات دير. ايوا كيما بغات دير الاطار اللي بغات. ايوا والسيده اللي ما عندهاش مول وعندها غير اطار، تخلط شويه العجينه والماء وتحط الاطار فوق الكاريت في الطاوه وتسد العجينه من الجناب وتعمرها، ما كتسرح ما كتخرج ما والو. أه. العجينه مي كتفران كتيبس وكترمى. نعم. كناخذ 6 البيضات مضربين مع مليحه، 170 غرام ديال السنيده مضربين مع الملحه، و 170 غرام سنيده في حمام مريم. 170 غرام سنيده. والسيده اللي كيجي حمام مريم بعيد من بلاصه الدوحين هي خاصها تضرب. اها. جوج معالق ما طايبين فوق البيض، ولا من تخرج البيض في الثلاجه تكب عليه شويه الماء سخون. اييه. وتخلي واحد 10 دقائق من بعد تهرس راه كيطلع بالزربه. اها. صافي كنضربوا 6 البيضات مع مليحه مع 170 غرام سنيده. كنزيدوا 130 غرام ديال الطحين مغربله. 130 غرام طحين. وحنا نديروها في الغربه مغربله. ونسوسو ونحركوا بالخشبه. يعني راه خاص السيده تطلعوا البيض مزيان وسكر. ودائما من التحت للفوق ماشي من الفوق للتحت. ونغربلوا فوق 40 غرام ديال الكاكاو. 40 غرام. الكاكاو دائما نغربلو. وفي الاخر كنزيدو 30 غرام ديال الزبده تكون دايبه وبارده. 30 غرام زبده دايبه وهي بارده. وندخلوها للفران في المول مثلا واحد 26 على 23 ولا 24. ومن بعد تخرج كنقبطو السبيب، خيط ديال السبيب حتى كتبرد وتقسم على ثلاثه. على ثلاثه. السيده اللي كانت غدير غير كاطو كلاصي كتاخذ غير طرونش واحد، السيده اللي بغات ديرها الطبقات راه تاخذهم بثلاثه. يعني وسير ودير الماء مثلا والسكر والقهوه، الماء وطريفه البنان، الماء وتفيحه طريفه اللي واي حاجه، المهم تنسوا ما ديرش غير الماء والسكر باش ما يجيهاش. نعم. ولا بغينا نديروا الحشوه مثلا باش نعمروا هاد باش نعمروا هاد الحلوه. كناخذوا مثلا واحد الحك ديال الحليب المركز يكون طايب. حك حليب مركز طايب. كنضربوا معاه ربعات ديال الجبن، اي جبن ماسكاربون ولا اي جبن، المهم اللي كيجي زوين وماسكاربون هو احسنهم. وكنضربوا مزيان وكنضربوا ربعات ديال الكريم كريم فخاش القاشده طريه تكون طالعه، ونخلطوا كل شيء بالدراب. وضروري الكريمه خاصها تبقى على الاقل واحد 3 سوايع في الثلاجه. نعم. عاد نعمروا بها وكنعمروا الطبقات. يعني تتبرد. نعمروا الطبقات في الوسط، ولا بغينا نزيدوا فيهم الشوكولاتة دايب نزيدوا نعمرها كلها من الفوق. ومن هاد الكريمه نصاوبوا وريضات ونزينوا ب مشكلات اللي بغات السيده، حيت اختي الوقت ما كانش باش نبقى نشرح. المهم يعني صافو، هي عندك حلوه لاكريم زوينه وسهله وطالعه 100%. ان شاء الله. فمن بعد ان شاء الله نشوف هاد الوريدات كي كنصيبوهم باش ان شاء الله يستطيعوا السيدات يذوقوا هاد الحلوه ان شاء الله. ومازال نعطيهم بلاطو ديال الشوكولات بحال كنشوفوا الشوكولات غالي كاكو في لي بواط وداكشي، نعطيهم لاصوص كيفاش كيدار والحشوات، يعني نبقى نعطيهم كل مره حشوه ان شاء الله. بحال شكرا لك لاله فاطمه على الاتصال.